طيب ايه اللي عندك يا مغازي دلوقتي؟ هعمل البوريك. هستاذنك يا استاذ رحاب، مقادير البوريك بالبطاطس والجبنه، والمقادير على الشاشه والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. ايه هي؟ بطاطس مسلوقه مسبقا وبنفس الميه انا هرستها، ومعانا جبنه موزاريلا، معانا شويه بقدونس حلوين، ومعانا معلقه زبده لطيفه حلوه، وتعالوا معانا عجينه الجلاش في قلب الورقه انا مغطيها علشان ما تنشفش مني. البوريك مقاديره على الشاشه عباره عن جبنه موزاريلا وبطاطس مسلوقه وبقدونس، ممكن نحط شويه زيتون وبيض. نغطي الحله دي كده وتعالوا نشتغل فيه واحنا مع بعض كده سريعا. اللهم صل على النبي. العجينه بتطلعيها على طول بمجرد ما تيجي تشتغلي بالشكل ده كده، تعملي بقلاوه، تعملي صينيه جلاش حلوه. لازم عجينه الجلاش طبعا في رمضان، الجلاش ده في كل منطقه بيتباع. التفاصيل عندنا في الشهر الكريم في مصر بتاع البقلاوه، بتاع الفطاير، بتاع القطايف، بتاع الكنافه، بتاع الفول اللي في كل حته وفي كل مكان. عندي بطاطس مسلوقه، عندي جبنه موزاريلا، ده البوريك حلو، وعندي بيض في المكونات، وعلى فكره حاجه يعني بديله للسمبوسه، مش كل يوم سمبوسه ولكن ممكن كل يوم فول. ادي البيض كمان واحده، ناخد دول زي ما هما كده ونحط لهم شويه بهارات حلوين من الملح والفلفل، معانا شوكه. اللهم صل على النبي. ادي الفلفل الاسود، دايما الفلفل الاسود بيشيل الزفاره من البيض لو انت بتستخدميه في الاكل. في الحلويات بتحطي فانيليا، لما بتيجي سيره المعلومه والوقت المناسب للمعلومه مش ببخل عليها على حضراتكم. وشويه بهارات زي دول كده، ده مع البيض. بهاراتك على البيض. بقوا نسيج واحد. وانزل بيهم يا شيف على الجبنه والبطاطس واقلبهم. حلو، تسلم ايدك. ومعانا بقى عجينه الجلاش، واديني من وقتك ما تبخلش عليا، الف لي 30 40 60 واحده. وجبه سحور مش هتقول لا، حاجه على الفطار مش هتقول لا، تزودي الجبنه في قلب الحشوه مش هتقول لا، عندك شويه زيتون في قلب الحشوه مش هتقول لا، عندك لحمه مفرومه مش هتقول لا، عندك فراخ مفرومه مش هتقول لا، وهكذا. دي عجينه، على فكره العجينه بتاعت البوريك ممكن نحمرها في الزيت وممكن ندخلها الفرن حسب الرغبه. فانا علشان اكسب وقت هعمل ايه؟ زي ما انا شغال كده هلفهم وادخلهم الفرن يتحمروا، انا ما عنديش حاجه في الفرن. ده المطبخ، تعملي عمليه توازن لاستخدامك في الحاجه وفي وقتك في طريقه السوى. لازم المثلث ده كده اهو بالشكل ده كده اهو. حلو اهو، نفس القصه. بوريك بالجبنه، ممكن الف واحده على ايدي بس انا حابب اعملها على الترابيزه عشان قدام حضراتكم اهو. ممكن نصغر اهو، عينيا اهو بالشكل ده كده اهو. شفت مخرجنا بيقول ايه؟ بيقول الحجم ده مناسب ولا نصغر؟ بس انا لو صغرته يا فاروق هتبقى سمبوسه. انت عايز تصغرها بالشكل ده كده هتبقى سمبوسه اهي. دي بقى شكل السمبوسه اهي، بس مفيش دقيق هنا. عجينه الجلاش بتتقفل كده من غير دقيق اهي. ادي واحده صغيره زي المخرج ما عايزها. اي حاجه يطلبها مني المخرج بعملها. واجبي ان انا اسمع الكلام. نعمين. حاضر اهو، واحده كبيرة صغيره ولا كبيره يا استاذ رحاب عايزاها؟ حاضر ماشي. شايفين الجو ده كده؟ املاها. حاضر يا فندم، هعلمها. دي بتاعتي اهي زي ما هي كده اهو. شفتي اهي؟ دي مش بدقيق، دي ما بتتقفلش بدقيق زي ما هي كده اهي. يا ويلي، فيها جبنه يعني بروتين حيواني، فيها بطاطس يعني كربوهيدرات ونشويات، فيها بيض يعني بروتين حيواني، يعني قيمه غذائيه عاليه جدا. هحطها هنا. اعمل واحده ثانيه كبيره ولا صغيره؟ قولوا لي ما يطلبه المشاهدون. حاضر باش، خلينا في الصغير. حاضر يا فندم. يعني بصراحة أنا بحبها بتبقى صغيرة كده مليانة، الواحد بيقعد ياخد يعني ياكلها كده يحس إن فيها كده. شفتوا العجينة؟ أهي أهي أهي. مالكيش دعوة أنا حطيتها إزاي، أهم حاجة هي تطلع في الآخر شكلها عامل إزاي. أهو أهو أهو، وزي كده تقفل وتحط هنا. هعمل كمان واحدة، اتنين تلاتة أربعة، أهو وراش حاجة.
نلم عجينه الجلاش زي ما انا بشتغل كده، تاخدي رقه واحده مش رقتين عشان انا بتنيها اهو، بتنيها 5 سنتي 5 سنتي 5 سنتي اهو، واحطها كده اهو اهو. هتقولي دي سمبوسه؟ لا دي ملهاش علاقه بالسمبوسه، السمبوسه ما بتعملش بعجينه الجلاش اهو. واحده كمان يلا. انا هنا بكسب وقت، عندي السريد الاماراتي بيستوي على النار، الخبز عندي متحمص، كسبت وقت واعرف ازاي استفيد بكل وقت البرنامج لان وقتنا من ذهب على شاشه القناه الاولى، وعندي شوربه القرع العسل على النار استوى تغرفها واحط لها الكريمه اللباني، وعندي سلطه الطماطم دي مش هتاخد مني منت، متقطعه وجاهزه احط لها الزيتون الاخضر، وكده عملت سفره اماراتيه بخفه دم مصريه. ويا سلام لما الواحد بيحب شعب بيعشق كمان اكله، ودي حاجه حلوه خلي بالكم، زي الكبسه السعودي من المطبخ السعودي، عملناها الاسبوع اللي فات يوم الاربعاء، وكانت العزومه من المطبخ السعودي، النهارده العزومه من المطبخ الاماراتي. عيني اهو. فكرني بالبوريك يا فاروق عشان اكلك منه. نبص عليه، صلى على الحبيب. اهو. البوريك في قلب الفرن بدا يتحمر معايا اهو. اللهم صل، ده ما بياخدش وقت كبير على فكره، لان عجينه الجلاش عمرها قصير في الفرن، بالشكل ده كده اهو. يلا ايه الحلاوه دي؟ يلا تمام. البوريك بيتكلم مصري. شيل كل حاجه كده، جيب لي الطايق، جيب لي اللقيمات وهي بتطلع. ايه الجمال والحلاوه دي يا شيف؟ ايه الحلاوه دي؟ لازم الزيت يكون شديد. اتحمر كده، شفت بالشكل ده كده؟ دي لازم تكون من جوه طريه ومن بره ناشفه. نظبط الزيت كده ونسيبها تعيش مع نفسها.